دكتور ماجد طومان، هنتكلم النهارده عن الاساينمنتس. ايه المواضيع اللي هناخدها في البرزنتيشن للبي اتش واي 211 او في سيرج 1؟ قبل ما نتكلم عن المواضيع دي بسرعه، بس هنقول توزيع درجات بتوع 300 درجه بتوع الفسيولوجي. بالنسبه للسنه دي هيبقى 300، هيتقسموا الى 30 اساينمنت، 30 ورك بوك، 30 كويز، 60 ميد ترم، و 150 فاينل. خلاص، يعني قلنا 30 اهو كويز والاساينمنت والورك بوك، دول يعملوا لنا 90، و 60 بتوع الميد ترم زائد 90 دول هيبقوا كله 150، يفضل لنا 150 بتوع الفاينل. بالنسبه للعلم الفسيولوجي نفسه كمقدمه سريعه، هو علم وظائف الاعضاء، واهميته كبيره طبعا لان بنفهم جسمنا بيشتغل ازاي، ومن فهمنا للفسيولوجي او الوظيفه بنقدر نفهم المرض. المرض عباره عن خلل من الوظيفه. يعني اذا كان الضغط الطبيعي بتاعنا 120 على 80، فالخلل في الوظيفة ممكن يكون زيادة في الضغط، يوصل مثلا 140 على 90 أو أكتر، أو اللي يكون ضغط الدم واطي 100 على 60 أو أقل، فده خلل في الوظيفة سواء بالزيادة أو بالنقص. يبقى في الوظيفة أساسها أو أهميتها إنها تعمل حاجة اسمها ثبات الحالة، هوميوستيزيس، لا الضغط مرتفع قوي ولا واطي قوي، لكن حاجة في النص اللي هي بنقول عليها الستيدي ستيت او الهوميوستيزيس او ثبات الحاله. ازاي الضغط بتاعنا، النبض، معدل الاكسجين في الدم، كل تحاليل اللي جينا دي لما بنعملها في المعامل ليه كلها بتبقى كل في نارو رينج او نقول عليها ستيدي ستيت. او لو بصيت بين القوسين دول المعمل بيديهولك تجد ان التحاليل دي ايه لها قيمه ثابته في معظمنا. يعني الهيموجلوبين مثلا في معظم الرجاله طبيعي حوالي 14 ل 16، اقل من 14 انيميا بالنسبه للرجاله، ستات من حوالي 12 ل 14، اقل من 12 بيعتبر انيميا بالنسبه للستات، وهكذا. فكل التحاليل اللي احنا بنعملها بالالاف دلوقتي ان ممكن نحلل اي حاجه، دي بتقسم لنا وتشهد ان في جسمنا حاجه اسمها ثبات الحاله او هوميوستاسيس. ودي ميكانيزم او الاساس علم الفسيولوجي، ان احنا ازاي نعيش في في ثبات الحاله دي. درجه حرارتنا 37، معدل التنفس حوالي 12 في الدقيقه ل 14، وهكذا. تلاقي كل حاجه ايه بيقوم العلم ده على تثبيتها. طيب ده تطبيقاته في كله بقى، تشوف في كل فروع العلم الفسيولوجي ده اللي هم حوالي 12 فرع. كل جهاز عندنا ليه، الجهاز الدوري، الجهاز التنفسي، الجهاز المناعي، وهكذا. هتلاقي كل الاجهزه دي. بالنسبة للفسيولوجي 1 احنا بناخد مواضيعنا هي الاوتونوميك والبلط والريسبيريشن والديجستيف. دي اربع مواضيع معاهم الانترودكشن اللي هو بيتكلم اكتر على الهوميوستاسيس اللي انا اتكلمت عنها دي. طيب هنشوف كده